السيدة زينب في الجولة الخامسة والأخيرة، وما زلنا في حلقة النهاردة بنلف عبر الزمن، بنتمشى وسط التاريخ وبنتفرج على قلب مصر النابض بالحياة الحقيقية، حي شعبي ولكنه من أجمل الأحياء في مصر بصفة عامة، مش الأحياء الشعبية بس. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول، ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبتدي رحلتنا النهاردة واحنا ماشيين في شارع صليبة، الشارع المهم والتاريخي والأثري في حي الخليفة المجاور لحي السيدة زينب، واللي كانوا حي واحد وحي جنوب في وقت من الأوقات ومعاهم كمان المقطم. شارع الصليبة تسمى كده نظرا للتقاطعات الكتيرة في الشوارع بتاعته. موجود على شمالنا دلوقتي مسجد من المساجد اللي تعتبر ضمن حدود حي السيدة زينب مع حي الخليفة. طبعا هو مسجد غني عن التعريف وموجود على الخمسة جنيه المصرية، واللي بناه الوالي أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية، ويعتبر ثالث جامع اتبنى في مصر. طبعا هو جامع أحمد بن طولون بعد مسجد عمرو بن العاص اللي هو كان أول مسجد ومسجد أو جامع العسكر في العسكر. المسجد مبني فوق جبل كان اسمه جبل يشكر، لانه كان خايف اذا حدث غرق او حرائق في مصر يكون الجامع كان عايزه يبقى محمي فوق الجبل. المسجد ده اتبنى سنه 877 ميلاديه وكان بمدينه القطائع، يعتبر من اقدم مساجد مصر اللي موجوده لغايه دلوقتي ومحتفظ بحالته الاصليه. كان على يمنا شارع قدر اللي بيطلعنا على شارع بورسعيد وعلى ميدان السيده زينب، ودخلنا بالفعل كده من شارع من الشوارع الرئيسيه والمشهوره في حي السيده زينب، وهو شارع عبد المجيد اللبان أو شارع مراسينا. زي ما انتوا شفتوا كده الشارع اللي دخلناه هو امتداد لشارع الصليبة وشارع الخضيري، وكان قبليهم شارع شيخون اللي في نهايته بنوصل لميدان صلاح الدين أو ميدان القلعة. يعني انت لو جاي من القلعة وواصل لغاية حي ميدان السيدة زينب أو رايح لجامع السيدة زينب هتاخد الطريق ده كده طوالي، وتدخل كده من شارع عبد المجيد اللبان ومنه هتطلع على ميدان السيدة زينب أو مسجد السيدة زينب. يمكن زي ما بقول لكم الشارع ده متسمي دلوقتي اسمه عبد المجيد اللبان، لكن كان اسمه في الاصل مراسينا. موجود في محل اللي بيع حلويات اللحوم اللي هو حبايب السيده، كمان مطعم الجحش للفول ومطعم ام هاشم، وموجود في كمان سبيل يوسف بيك اللي كان من امراء العصر العثماني. الشارع فيه كمان مركز شباب السيده زينب وبنك فيصل، يعني شارع فعلا من ريحة زمان ومن شوارع السيدة زينب الحي العريق الجميل جدا. الشارع زي ما بقول لكم دلوقتي اسمه عبد المجيد اللبان، وهو كان مفتش الأزهر الشريف والمعاهد الدينية والإسلامية، وكان عضو سابق في مجلس النواب، وكان من كبار رجال الدين في مصر. كان كمان بيقود الحركة الوطنية في اسكندرية أيام ثورة 19، وكان أول واحد رفع علم الاتحاد هناك. يعني زي ما انتم شايفين كده هو بنك فيصل على شمالنا، ولسه بنكمل طريقنا في شارع عبد المجيد اللبان اللي منه هنخرج مباشرة على شارع بورسعيد وكان اسمه شارع الخليج المصري زمان، وهندخل بقى كده عشان نتفرج في بداية رحلتنا على مسجد السيدة زينب اللي هو المعلم الرئيسي لحي السيدة زينب، واللي متسمي الحي كله على اسمه. طبعا حي السيدة زينب زمان كان اسمه قناطر السباع، حكينا طبعا عن الأسماء دي، ما بحاولش ان انا اكرر اللي حكيته في الحلقات اللي فاتت، وادعوكم انكم تتفرجوا على الاربع حلقات اللي فاتوا في سلسلة كده من حلقاتنا عن حي السيدة زينب، لفينا فيها في حواري وأزقة وشوارع، يعني تقريبا لفينا حي السيدة زينب من شماله لجنوبه لشرقه لغربه بشكل موسع جدا، عشان يعني نبقى غطينا رحلة داخل الحي الجميل جدا واللي أنا بعتبره من أجمل أحياء مصر الشعبية. أنا بالفعل كده طلعنا على ميدان السيدة زينب وطلعنا على شارع بورسعيد. شارع بورسعيد كده بقى بيقابلنا يمنا وشمالنا، وحندخل كده شمال عشان يكون مسجد السيدة زينب على شمالنا. وعايز اقول لكم ان حي السيده زينب اللي احنا فيه ليه شعبيه وجماهيريه كبيره جدا جوه محافظه القاهره، والناس سواء اللي عايشين فيه او جنبه بيحبوه جدا جدا. زي ما انتم شايفين ادي مسجد السيده زينب موجود على شمالنا دلوقتي، يمكن بيتم تطوير وبيتم عمليات تطوير في مسجد السيده زينب في الفتره الاخيره عشان يرجع للمسجد الرونق والجمال بتاعه. الجزء اللي جاي ده بقى لسكان وجدعان حي السيده زينب، واللي أول ما بتيجي سيرتها بيفتكروا على طول شارع خيرت والمنيرة وجنينة نميش وقلعة الكبش والبغالة وبركة الفيل والنصرية وشارع السد. السيدة يعني فول من عند الجحش وأم هاشم، وطعمية من عند الكرابيجي.
أكلة مذبح من بحة وكفتة وكباب من الرفاعي، والحلو مفيش زيه من صوبيا الرحماني، وأحلى قنبلة من الكرنك، استوديو شعراوي وفوتوماتون وهيلتون وسينما الشرق وقهوة سعيد حلاوة، مدرسة السنية والخديوي إسماعيل والخديوية والمنيرة وطه حسين، أحلى لما بعد صلاة العيد في السيدة. كل ذكريات طفولتك هتلاقيها في السيدة، يعني السيدة عند سكانها مش مجرد منطقة، دي عاصمة في حد ذاتها. احنا بالفعل دخلنا كده على شارع الكومي اللي هندخل منه على شارع خيرت، وبعدين هنلف النهاردة كده في منطقة لازوغلي وفي الشوارع المتفرعة منها. كان على شمالنا هو صوبيا الرحمن اللي لسه كنا بنتكلم عليها على ناصية شارع المبتدئين او شارع محمد اعز العرب، قدامنا شارع النصرية، ودخلنا بالفعل كده شارع خيرت، الشارع الحيوي المشهور في حي السيدة زينب واللي بيربط شارع الكومي بميدان لازوغلي. شارع هنا كان فيه قصر او بيت كبير لواحد اسمه عبيد الله خيرت، الراجل ده كان هو جد الموسيقار عمر خيرت وتسمى الشارع على اسمه. عبيد الله كان خطاط وجي من اسيا للحجاز وبعدين جه لمصر واستقر فيها، دخل في مسابقه لكتابه اسم الخديوي توفيق على الزراير الذهبيه لملابس الضباط، ونتيجه لده يعني الخديوي توفيق كافئه بحته ارض في المنطقه هنا بنى فيها البيت الكبير. كان البيت ده ملتقى لكبار الادباء والفنانين، وهنا اتولد عمر خيرت وقبليه عمه ابو بكر خيرت. يمكن تاريخ كبير ودايما بنقابله في كل شارع وكل حارة وكل درب خلال جولاتنا في شوارع مصر المحروسة. كل شيء دايما ليه سبب، في أسباب بنعرفها وفي أسباب بتفضل مجهولة. كان شارع خيرت اللي احنا فيه دلوقتي موجود في الونش وحلو الشام وعمر افندي ومصنع الجباس بتاع الجزم الغريبة، واللي يمكن كنت بحكي عنها في الحلقة اللي فاتت، كانت بتفضل سليمة حتى بعد ما انت تزهق منها. موجود كمان في الشارع محل طبجي ومحل سالم، ويطل على الشارع شوارع اسماعيل أباظة وشارع يعقوب وجامع الاسماعيلي وشارع سامي. لسه زي ما انتم شايفين كده مكملين طريقنا في شارع خيرت اللي هيدخلنا على ميدان لازوغلي، وعلى يمنا وشمالنا هو شارع جامع الاسماعيلي. لو دخلنا شمال كده هنكون في شارع النبار، ولو دخلنا يمين هنكمل شارع جامع الاسماعيلي لغايه ما نوصل عند بح بتاع فواكه اللحوم، ودي هتكون بدايه شارع محمد فريد اللي بيدخل لعمق وسط البلد، والاستكمال بيكون شارع عماد الدين المشهور جدا لغايه ما نوصل لشارع رمسيس. زي ما احنا مكملين طريقنا في شارع خيرت، وادينا داخلين بقى على ميدان لازوغلي ومنطقه لازوغلي واللي بيطلق عليها منطقه الوزارات، لان في مجموعه كبيره من الوزارات موجوده فيها. وموجود قدامنا تمثال لازوغلي واللي صنعه مثال فرنساوي وكان اسمه جاك مار. يمكن التمثال ده ليه حكاية غريبة وطريفة، ان محمد علي كان قرر انه يكافئ الوزراء المجتهدين في وزارته وانه يعمل لهم تماثيل. كان المثالين بياخدوا صور للوزراء يعملوا منها التمثال، فدور وملقاش اي صورة لزغلي، وكمان لزغلي لانه كان ما بيحبش الشهرة وكان رفض انه هو يتصور، وبالفعل ما كانش فيه اي صورة لزغلي. وكان الحل في الحكاية دي يعني كان حل غريب وطريف وعجيب، دوروا على واحد شبه لزغلي باشا، ولقوا واحد كان شغال سقه كان شبهه جدا، ولبسوه صوره او لبس الوزير وصوروه، ومن الصوره دي اتعمل التمثال عشان يكون تمثال السقه بديل لتمثال الوزير. عموما لزغلي كان وزير الماليه في عهد محمد علي باشا الكبير، وكان رئيس للوزراء في مصر من سنه 1808 ولمده 15 سنه. احنا بالفعل بقى على يميننا وشمالنا شارع منصور، لو دخلنا يمين كده هندخل على وسط البلد، لكن احنا هندخل شمال عشان نمشي بقى في بعض شوارع حي السيدة زينب الجميل جدا، واللي هي واحنا دلوقتي في منطقة لازوغلي. دخلنا بالفعل على شارع منصور، ويمكن الشارع ده مهم جدا في السيدة زينب، واللي بيمتد بقى من ميدان باب اللوق لغاية شارع محمد عز العرب او شارع المبتدئين، يعني من وسط البلد للسيدة. الشارع هنا بناه الخديوي اسماعيل على الطراز الفرنساوي لما كان بيحلم ان القاهرة تبقى قطعة من اوروبا، واتبنى فيه ثلاث قصور اتحولت لمقرات للوزارات المصرية. موجود في الشارع طبعا برضو ضريح سعد زغلول ومتحف وبيت الامة ومحطة مترو الانفاق اللي متسمية برضو على اسم سعد زغلول. لكن برضو العموما الجزء اللي احنا فيه دلوقتي ده كله كده على بعضه بيفكرك بالزعيم الوطني الكبير سعد زغلول. شارع سعد زغلول وشارع ضريح سعد وشارع صفية زغلول ومتحف وبيت الامة، يعني شيء جميل جدا. دخلنا بالفعل كده يمين بقى على شارع اسماعيل أباظة، ويمكن الشارع هنا ليه امتداد كده من شارع خيرت وبيوصل معانا لغاية شارع القصر العيني.
الشارع هنا على اسم عميد الأسرة الأباضية في مصر، والغريب والطريف إن محطة سعد زغلول اللي لسه معدين عليها دلوقتي دي، اللي هي سعد زغلول لمترو الأنفاق، موجودة في شارع إسماعيل أباظة، واللي كان سياسي بارز جدا ولكنه كان دايما في خلاف مع سعد زغلول. كان إسماعيل أباظة كان ليه دور مهم جدا في الحركة الوطنية وكان من مؤسسي حزب الأمة. لسه بنكمل طريقنا بقى في شارع اسماعيل اباظه، وهنخرج منه على شارع القصر العيني عشان نرجع تاني من بعض الشوارع اللي موجوده في منطقه لازولي وموجوده في حي السيده زينب. كان من اهم المعارك اللي حصلت مع سعد زغلول مع اسماعيل اباظه موضوع مد امتياز قناه السويس، واللي كان سعد زغلول متضامن معاها، لكن اسماعيل اباظه في البرلمان عمل جبهه معارضه ضد المشروع. كمان كان اسماعيل اباظه صحفي بارز، ويمكن وظف جريده الاهالي لخدمه الحركه الوطنيه. الشارع هنا فيه جزء زي ما بقول لكم اللي بين شارع خيرت وشارع منصور، هو عباره عن سوق خضروات وفاكهه كده، والتجار يمكن انتهزوا فرصه ان المنطقه هنا مليانه بالموظفين اشتغلوا في الوزارات والمصالح اللي ماليه المنطقه، وكمان الناس اللي نازلين او بيركبوا محطه مترو الانفاق وعملوا سوق للخضار والفاكهه. احنا خرجنا بالفعل كده على شارع القصر العيني، واللي هو يعتبر كده احنا بقينا في حد من حدود السيده زينب. طبعا الجزء اللي على شمالنا دلوقتي ده هو الجزء اللي بيدخلنا على حي جاردن سيتي الارستقراطي، اللي موجود مجرد ان انت تعدي شارع القصر العيني هتدخل على الحي ده. هندخل دلوقتي بقى من شارع سعد زغلول، وعايز اقول لكم ان شارع القصر العيني اسمه بيرجع لشهاب الدين احمد العيني، واللي كان ليه قصر في المنطقه هنا وسماه قصر العيني، وبعدين اتحول للقصر الاقدم مدرسه للطب في مصر. قبل ما يتحول القصر للمدرسه كان سجن حربي في عصر المماليك ومستشفى للجنود اثناء الحمله الفرنسيه. يمكن بدايه القصر مع الطب بدات في عهد محمد علي باشا، وكان رئيس المستشفى دي كلود بيك. شارع مليان معالم كتير جدا وشركات ومسارح ومستشفيات ومعاهد ووزارات، وزي ما قلت لكم هو بيفصل حي السيده زينب عن حي جاردن سيتي. دخلنا بالفعل كده عن شارع سعد زغلول عشان نرجع ونتمشى تاني في بعض الشوارع اللي موجوده في حي السيده زينب. شارع سعد زغلول اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي ده هو من الشوارع الجانبيه الهاديه والجميله طوال ايام الاجازه، لكن يعني جمعه وسبت هتستمتع جدا بالشارع هنا، لكن بقيه الايام بيبقى زحمه جدا عشان العربيات اللي بتركن من الموظفين في منطقه لازولي وشارع القصر العيني. شارع طبعا متسمي على اسم الزعيم سعد زغلول، قائد ثوره 19 واللي كان رئيس للوزراء في مصر ورئيس لمجلس الامه. زي ما انتم شايفين ادي ضريح سعد زغلول موجود على شمالكم، المبنى العالي الكبير ده، وهحكي لكم على ضريح سعد زغلول في رحلتنا النهارده. دخلنا كده على شارع الفلكي وبنستكمل رحلتنا داخل حي السيده زينب. نرجع لسعد زغلول، عايزين نقول ان هو من اللي طالبوا باستقلال مصر بشكل كبير جدا، وكان سعد زغلول اعتقل واتنفى لجزيرة مالطا في البحر المتوسط هو وزمايله سنة 1919، وده كان السبب في قيام الثورة. ونظرا للضغط الشعبي الكبير رجع سعد زغلول وزمايله لمصر، وانجلترا سمحت للوفد المصري اللي كان فكرة تبناها سعد زغلول انه يسافر لمؤتمر الصلح في باريس عشان يعرض قضية استقلال مصر. لسه بنكمل طريقنا في شارع الفلكي، ولسه بنكمل طريقنا داخل شوارع حي السيدة زينب الجميلة. وزي ما عدينا كده على ضريح سعد زغلول اللي توفى في 23 أغسطس سنة 27، الغريبة بقى ان رفات سعد زغلول فضلت يعني كانت موجودة في مقابر الإمام الشافعي 9 سنين، ده بعد ما توفى، لأن الحكومة قررت ان هي تبني الضريح جنب بيته بعد ما توفى. طبعا اعترضت انجلترا والسرايا الملكية ساعتها على بنى الضريح، إلا ان المشروع اتعمل ويمكن خلص سنة 31، لكنه برضه ما اتنقلش سعد زغلول فيه على طول، لأنه زي ما انتوا شفتوا الضريح كبير وضخم جدا، وكان إسماعيل صدقي باشا رئيس الوزراء ساعتها، وكان في الأصل طبعا من خصوم سعد زغلول، عارض إن الضريح الضخم ده يكون فيه شخص واحد، واقترح إنه يبقى لكل الساسة والعظماء، إلا إن صفية زغلول اعترضت ورفضت وأصرت إنه يبقى لسعد بس، وقالت لهم خلاص خليه في الإمام، ولغاية ما تتغير الظروف السياسية، وبالفعل اتنقل الرفات سنة 1936. وتعمل فعلا تمثالين لسعد زغلول، واحد في الجزيرة مشهور جدا، واحد تاني في محطة الرمل في اسكندرية. دخلنا كده من شارع صفية زغلول اللي لسه كنا بنجيب سيرتها دلوقتي حالا، وطبعا يمكن كل الشوارع دي زي ما انتم شايفين بتكون نهايتها في شارع القصر العيني. طبعا انا مش هفضل امشي لغايه شارع القصر العيني لغايه النهايه، عشان نرجع تاني من شارع صفيه زغليل ونستكمل رحلتنا داخل شوارع حي السيده زينب الجميل. انا يعني هلف كده من الشارع، وزي ما انتم شايفين الشارع هادي بشكل كبير جدا في ايام الاجازه، لكنه برضه من الشوارع اللي بتكون زحمه جدا في ايام العمل، ان عربيات كتير وفي شركات كتير وفي وزارات كتير في المنطقه اللي احنا فيها دلوقتي.
يمكن صفية زغلول اللي احنا في الشارع بتاعها دلوقتي، طبعا كانت زوجة الزعيم الوطني الكبير سعد زغلول، وكانت بنت مصطفى فهمي باشا اللي كان من أوائل رؤساء الوزراء في مصر في القرن ال19. طبعا هي اتسمت صفية زغلول نسبة لجوزها طبعا الزعيم الكبير سعد زغلول، واتسمت كمان أم المصريين، لكن ليها دور كبير جدا في القضية الوطنية، وشاركت في مظاهرات نسوية للمطالبة بالاستقلال خلال ثورة 19. يعني تقريبا شالت لواء الثورة بعد ما اتنفى سعد زغلول. لما صفية بقى اتجوزت سعد، كان سعد لسه قاضي مصري، ولما حب يدخل السياسة ساعدته ووقفت جنبه. يمكن في المنطقة اللي احنا فيها دلوقتي كمان في بيت الأم أو بيت سعد زغلول اللي أصبح متحف دلوقتي، واللي هو البيت اللي عاش مع مراته فيه من سنة 1902، والبيت زي ما قلت لكم بقى متحف سعد زغلول أو متحف بيت الأمة. البيت ده ما كانش بيت عادي أبدا، البيت فيه اترفع أعلام الهلال والصليب ضد المستعمر البريطاني، اتربى فيه مناضلين ومفكرين زي علي أمين ومصطفى أمين اللي اتربوا تحت رعاية صفية زغلول، وكان سعد زغلول أصلا خال والدتهم. يمكن اتسمت بيت الأمة لأن يعني الأمة كلها كانت بتعتبره ملتقى ومنارة للثقافة والنضال والاستقلال. احنا كده بالفعل كده دخلنا تاني على شارع منصور وراجعين لميدان لازولي، ومنه هنستكمل جزء من رحلتنا داخل شوارع السيدة زينب الجميلة. شارع منصور اللي احنا فيه دلوقتي مليان معالم، يعني بجانب الضريح والمتحف ومحطة المترو بتوع سعد زغلول، شارع فيه سنترال باب اللوق وسوق باب اللوق وسينما ريو الصيفي ومكرونة رضا وسوق للفاكهة في الجزء القريب من باب اللوق. المتحف هنا اللي موجود فيه متعلقات وأساس بيت سعد زغلول ووثائق وصور ومكتبة نادرة ونياشين وأوسمة وهدايا شخصية، وافتتح مرة تانية بعد التطوير سنة 2003. هنطلع من شارع منصور على شارع مجلس الشعب اللي في نهايته، لو دخلنا شمال هنطلع على شارع القصر العيني برضو، وموجود في الشارع ده مجلس النواب المصري اللي هو يعتبر السلطة التشريعية في مصر، واللي هو بيقر السياسة العامة للدولة وبيراقب السلطة التنفيذية، ومدته بتكون 5 سنين. هنطلع بعد كده، لكن احنا هندخل يمين وهنطلع على ميدان لازولي، ومنه لشارع نبار اللي هندخل منه لشارع جامع الاسماعيلي اللي هننهي فيه رحلتنا النهارده، وهننهي فيه سلسلة رحلاتنا في الحي العملاق والشعب الرائع حي السيدة زينب. واللي يمكن في كل جولاتي جوه الحي ده بستمتع جدا، بالفعل هو حي عريق يعني بشكل لا يمكن ان انت تتخيله الا لو اتمشيت وزورته. بالفعل كل ما تدخل في الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية بتاعته بتحس يعني بالدفء والأصالة. احنا وصلنا بالفعل كده لميدان لازوغلي، ودخلنا بالفعل على شارع نبار اللي منه هندخل على شارع جامع الاسماعيلي، وزي ما قلت لكم هننهي فيه رحلتنا النهارده. شارع جامع الاسماعيلي نهايته بيكون شارع الناصريه في التقائه مع شارع محمد فريد، ويمكن جامع الاسماعيلي اللي هندخل فيه كمان شويه صغيرين هو جامع يعني بناه واحد اسمه ارجون شاه الاسماعيلي، وهو كان امير مملوكي سنه 1347، كان من المساجد الاثريه الجميله في حي من الاحياء الشعبيه الرائعه. عايز اقول لكم واحنا ماشيين كده وسط الشوارع الجانبيه الاصيله وفي نهايه رحلتنا في حي السيده، عايز اقول لكم صدقوني ان البنى الجديد والجناين والنظام شيء رائع، لكنه بيفتقد للروح، بيفتقد للمة، بيفتقد للحب. يمكن جميل شكلا لكنه فقير في الاحساس، يمكن غني في المظهر لكنه فقير في الجوهر. الاحياء الشعبية هي كده، بيوتها وناسها ودروبها وحاراتها محتاجة بس اهتمام وتطوير بشكلها الحالي، هتبقى اجمل اماكن مع اطيب ناس. خليكوا عارفين ان حتى لو كنت ساكن في اغنى واجمل منطقة، فاول ما بيهل رمضان بتجري على الاحياء الشعبية عشان تحس بيه، نور وزينة وعرقسوس وتمر هندي وخشاف، كنافة وقطايف، تجري على محلاتنا الشعبية الجميلة تفطر وتتسحر فيها، تصلي التراويح في جوامعنا الأثرية واللي كل حجر فيها بيحكي زمن وتاريخ قديم، بيحكي عظمة وثراء مصر، بيحكي عن أهلنا اللي عاشوا وعمروا مصر، مصر الحقيقية اللي لو رحت لأي مكان في الدنيا برضو بتحن ليها. تسألني ليه، هقولك الشوارع والحواري دي هي اللي هتجاوبك. حافظوا على مصر يا مصريين، لأن مصر هي بالفعل أم الدنيا. في نهاية رحلتي في جولاتي داخل حي السيدة زينب، أتمنى إن رحلتي وجولاتي تكون عجبتكم،
ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول، وتعمل لايك للفيديو وتتفرج على جميع الحلقات اللي سبقت في سلسلة الرحلات دي. ومن الجزء ده اللي قدامنا فيه بحة بتاع الناصرية وفي بداية شارع محمد فريد، أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، وبشكركم شكر كبير جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.